رغم أنف كورونا، وفي عز الحظر يجتمع شباب ملهم كله حيوية وإبداع لهدف واحد، هو زرع الفرح في نفوس السكان خاصة الأطفال منهم. بحركاتهم ورقصاتهم وأغانيهم يتحدون كورونا ليعطوا للحياة في ظل الحجر طعماً آخر بألوان البهجة. فرحة الصغار والكبار كانت واضحة على وجوههم من وراء الشبابيك. طحت وسقط، أني فرحان، أني حايب ما يعاود يولي واه مرة واحدة أخرى. عجبوني بزاف هادوما لي تخوك، بعد هذا اللي كان يدير يشطح وكلش، صافي بليزير كي درتيهم معايا. ميرسي. كنا مغمومين في الدار، الحجر الصحي كاين بزاف ناس ما خرجوش، وكاين اللي ما هكا كانوا مغمومين. كي داتونا هدايا في برومي جوان، يعني ماشي برومي جوان بصح، حالة هكا استمتعنا، عجبنا الحال وفرحنا بزاف. عناصر شرطة مجندون، جمعيات وبهلوانيون شباب، كلهم يتنقلون بين الأحياء والسكنات لنشر الفرح. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لعيد الطفولة، أمن ولاية الجزائر شاركت قدماء الكشافة في هذه العروض لغرس ونشر البهجة والسرور في نفوس أطفالنا. هدف هو نشر الوعي منا لأبنائنا، وكذا مشاركة أبنائنا فرحتهم من عائلتهم، وهذا أعطيناه اسم افرح في دارك، هذا هو كان اسم هذه القافلة البهلوانية. كما كنت تشوفوا اليوم جاو عبدونا، ورانا ننتقلوا من حي لحي في حجر صحي باش نفرحوا داي صغاريتو. هؤلاء هم أبناء الجزائر، لا تضعفهم المحن بل تقويهم أكثر، ويدا بيد يتشبثون بأمل الانتصار على فيروس كورونا بكل فرح.